بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي العربي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الأخوة مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ونحن نلتقيكم على الخير والمحبة وحلقة جديدة من برنامج مضايف أهلنا. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم في العراق والوطن العربي والعالم. أعزائي المشاهدين، نلتقيكم دائما إن شاء الله في مثل هذا الوقت أسبوعيا من قناة الفلوجة. إحنا حقيقة في بلد تتحرك فيها الأحداث كالرمال، لا نعول على شيء ولا يوجد بالأفق شيء لصالح هذا الشعب. حقيقة تراجع في كل شيء، المشاكل والمعاناة والهموم، وشيء سوداوي في هذا البلد ما يبشر بخير للأسف. يعني ما يتحدث عن انتخابات مبكرة، ما يتحدث، ولكن نشوف احنا ما يجري في هذا البلد، الاغتيالات مستمرة بالناشطين والإعلاميين وكذلك، ويطلع كل السياسيين والنواب يطلعون على شاشات التلفزيون يتهم الواحد الثاني بالفساد، يتهم الآخر بالفساد، يتهمون الكتل والكتل الأخرى والأشخاص والأحزاب بالفساد. يا بلعد، من هو النظيف والشريف؟ ها؟ يعني الشعب طلع هو صاحب البلاء، يعني أنتم ما بيكم شيء. ها؟ يعني خلاص، يعني إذا أنتم يا الربع كشفتوا أنفسكم بنفسكم. أي واحد يحكي عن الثاني، وهسه أنا تريدون ترشحون أنفسكم مرة ثانية. يا الربع استحوا شوية، اخجلوا. يعني الناس، حتى المرجعية تقول، حتى المرجعية تقول المجرب لا يجرب. يا الربع والله ما حد يريدكم، بس يعني الناس من ضيمها، لا مي لا كهرباء لا شيء. الناس لو تجيبوا لهم سباس تبلطون لهم شارع هم يقول شوية يستحي، ولو وشات للجوع يروح يمكن ينتخب أو غيرها. ترى تأكدوا، مسألة قناعة بالانتخابات أو أي شخص بيكم من 2003 لحد الآن، ترى ماكو أي بيكم مهما يكون سنة شيعة مدري شنو، ما حد يريدكم، كلكم بالاستثناء. ولذلك نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا معجزة نخلص مما نحن فيه، وفرج الله قريب. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، غايه السعاده والسرور ان نكون معا في هذه الحلقه وشعراء مبدعين وادباء معروفين لهم بصمه في نقل المشاعر والمعاناه من خلال القوافي والمفردات الشعريه الرائعه. شعراء من محافظه نينوى من كل العراق، رحبوا معي بضيوف حلقه هذا اليوم، الاخوه الاعزاء الشعراء الادباء، الاخ الشاعر سهيل الجغيفي. شكرا، الله محيي. حييني باك ابو معمر، شكرا لقناه الفلوجه الاصيله، وشكرا لمضايف اهلنا والكادر من معد ومخرج ومصور، وشكر وتحيه للمشاهد حيثما حل من خلف الشاشه، وتمنياتي التوفيق للجميع. يا اهلا وسهلا، والله يعني نورتوا. واحنا حقيقه نتمنى أن نكون الإطلالة دائما من خلالكم، يعني الناس تشوف ترتاح شوية تسمع القصيدة الحلوة المفردات الرائعة الجميلة. فأهلا وسهلا، حيا الله أبو طلب. الأخ العزيز الشاعر إبراهيم حلبوس الهيبي أبو عزة، الله محييك. الله يبجيك أبو معمر، كل الشكر والتقدير لقناة الفلوجة وكادرها الطيب من معد ومصورين ومخرج، وإن شاء الله نكون خفيفين ظل وعند حسن ظنكم إن شاء الله يا رب، وتمنياتنا للجميع بالموفقية إن شاء الله. الله محييك أبو عزة. سلمك أبو محمد. أهلا وسهلا، يا مرحبا. تعيش. شاعر له بصمة، وحقيقة كل ما حضر نستذكر كلام رائع وجميل قالها بكل شجاعة وبلا تردد، طلبت منا أن يقول قصيدة في الغزل، قال الغزل مذبوح من طب الهمر، الشاعر أحمد الشطي الشمري. الله يحييك. الله يبجيك ابو معمر، والشكر موصول لك ولكادر قناه الفلوجه الفضائيه وبرنامج مضايف اهلنا للتاحل من جديد للاطلاله على مشاهدنا الكرام اللي خلف الشاشات وداخل وخارج الوطن ان شاء الله، ونكون
عند حسن ظنهم إن شاء الله. يا أهلا وسهلا أكيد إن شاء الله والنعم. الله محييك أبو فيصل. أيضا شاعر مبدع على بصمة في هذه البرنامج حقيقة في عدة حلقات، وكان متألق جدا الأخ الشاعر عمار ذيبان أجباري الشمري. أهلا وسهلا أبو معمر، شكرا لك والأخوة على حسن الاستقبال والترحيب، وحنا نمسي عليكم وعلى المتابعين من خلف الشاشات بالخير. وأنا سعيد اليوم والله بلقائي مع كوكبة من الشعراء، وعلى رأسهم أبو عزة أبو سهيل أبو سهيل الجغيفي أبو أيوة. طلب والأخ إبراهيم الحبوس وأبو فيصل أحمد الشطي سلام. وإن شاء الله أننا نكون كما ينبغي إن شاء للشعر أن يقال. أهلا وسهلا نورتوا. يا أهلا وسهلا يا مرحبا ساعة المباركة. احنا حقيقة دائما حالة التعبير والمشاعر هي تيجي، احنا مو احنا نطلبها. فالأخ العزيز الشاعر سهيل الجغيفي ما ادري شو اختار الأخوة المشاهدين. والله ابو معمر الحقيقة مثل ما تعرف الشاعر لسان الواقع لسان قومه. نعم. فالشعب العربي تعرض إلى الكثير من المحن والمظالم. نعم. ولكن اللي يوجع الضمير عندما تشوف الثكلة والماجدة والتجاوزات عليها والأطفال. الله إيه نعم. على المرأة. فدائما صعبة. العربي يقول عيناك. الله الله. فأقول يا الله باسمك نبتدي جزل الأشعار ونكتب على خد الجريدة تعابير ونركب على شهب النواصي من الأمهار مشروبها ما غير صافي المغاتير ونشيل باليمنى مراهيف شهار ونحط باليسرى شطير البواتير ونسري عليهم طقة الفجر وانوار ولا بد ما ناصر على الضد ونغير ولا بد ما نخلط عواصيف الأغبار في ساحة الهيجة نثير السواعير نرهي عليهم صيحة مثل الأنمار ونودع جحافيل الخيانة بذاعير في ساحة ما فيه غير الفشق حار وجدامنا روس الأعادي مناثير وملبوسنا الجوخ الحمر وقت الإعسار وندحم على قلاع المعادي جماهير لعيون من نادتها لنسل الأمار ندعس على خشوم النذال المزافير. الله الله. يا الماجدة عيناك يا بنت الأحرار لجلش تجيش جموعنا بالطوابير إن شاء الله. أصدورنا درع المشوك اليثار وأصواتنا مثل المزن الهوادير ومن ضربنا أقفى المعادين ضعار فتنا على حصون الغزات الخنازير بفعالنا عدة تواريخ الأشهار شعلان والعشرين ثورات تحرير ونعاهدك بالروح والدين يا دار ألا نتعود أيام عزك مزاهير إن شاء الله. إن شاء الله صح الله إن شاء الله. إيش تسلم والله ونعم نعمة حالك الله كريم. فلسطين وتتحرر فلسطين قضية العرب والمسلمين وليس القضية الفلسطينية كما يدعي الأدعياء والشعوبيين. ستتحرر فلسطين، تتحرر فلسطين بإذنه تعالى، يعني وعاصمتها القدس الشريف إن شاء الله. إن شاء الله يا أخوي الشاعر إبراهيم الحلبوص الهيبي أبو عزات ما على الخير تخير. تسلم أبو عمر. والله الأخ أبو طلب هو تكلم ما يدور في ضمائرنا. نعم. في ضمير يمكن أي عربي أكيد براسه غيرة وشيمة وشهامة. فراح نختار لكم ما بين الوجدان. الله الله. نعم. وخوالج النفس. الله الله. فأقول خذيت لي في نابي الرجم فرة أمس العصر والدمع بالعين لواج وجريت لي من خافي الصدر جرة والفكر شوش حين ما بالصدر هاج ونيت ونت من شكاله مضرة ونت سجين غاب من حكمه فراج على زمان صار فيها المعرة يدخل مداخيل النشامة والإخراج وشكيت للي ثابت في مقرة بديع صور باسم أسراج وهاج يلا رجيتك يا مدبر المجرة إنك تجديني على الخير محتاج محتاج دنياك هذه في حالاته مرة مرة زلال صافي ونوم مهاج انعاكس دنياك يكفيك شره وإنسان عتيا زينها فرح وبهاج الله الله. تعطيك من صفو المعاش المذرة بيت كبير وداير فوق أبراج وأصحاب دامك في حوالك مسرة يقضوا لك الحاجة على غير منهاج
ربع صفولك بالليالي المدرة، يوم حياتك كلها فراح وزهاج، وان غاب سعدك غاب ذاك وتبره، الصاحب اللي تحسبه طب وعلاج، خوة مصالح ما تعرف المبرة، والياطحت ما هم مساعيف وشفاج. اي والله يلفون وقت مليات الاصرة، الله الله صحيح، ونقوش انهجوا كما طير دراج. اي والله مع الاسف هذا الحقيقة وتحره، تبدلت ما هي على خير من هاج. والله من حسرة خفية نجرة، من خاف قن يصفق على الجاش لواج، وعماس وسط الراس من زود حرة، خلاني امشي بل خلاني احرف جاج، والفر مني قام عاود بكرة، غارب ظهر ميراج هاجوس الازعاج، والحظ زيجه تالي الوكت زربه، بس عاد خلى 30 مغلاج. يا وجد حالي وجد منهام بره، للنار موقد بالخليات سهاج، عجال مرش الباهيه في عطره، اليوم الزبد خيم على فوح تهراج، يا زين فنجانه ويا حلو مره، يجعد هواه الراس ويعدل مزاج، جاب القصيد وقام يفتح بصره، بقاف كما مزنا على السوح مدراج، هيض جوابه مقعد في سمره، من فوق خربه شالت الجور بطباج، اثار قوم من قديم من عمره، قبل الصلاه وصوم والمسجد وحاج، ما ضنقضه واليوم عايش يحضره، شتان ما بين الفريجين بوفاج، ورديت حين الشمس دلت احمره، عند المغيب وخيم الليل برواج، وصلاة ربي عدد ما بان حره، على نبينا المصطفى راعي التاج، على نبينا المصطفى راعي التاج، بسلامتكم. عليه الصلاة والسلام وصح الله لسانه. صح ابنك يا معمر. قصرت. سلامة تعيش. ايه اخوي العزيز ابو فيصل احمد الشطي. الله يجزيك يا ابو معمر. هلا. الربع ما قصروا. بكل بركة. وكل من يقول ما يجيش بفكره. هم كبارنا فاحنا نمشي وراهم، شو نسوي؟ ونعملناك مالك زود. فاكو ابيات دزل لي الاخ ابو حذيفه تحيه له من خلال هالمنبر، يقول اللي قضى ليله ودموع العين مسكوبه، سهر والناس في رقده ونجوم الليل غيبها، سهرت الهم يطويني بكبدي نار لاهوب، واحترت والناس ما تدري بنار زاد لاهبها، شكيت وشكوتي للي منه نرتج التوبة، خبير ويعلم بحالي كل الناس داربها، يا ابو فيصل انا مشكي غزل وفراق محبوبة، تمر ايام يا جباري تشوفنا غرايبها. وقصيدة اطول من ذلك ما رد ناخذ من وقت البرنامج. نعم. على الوضع العام فأقول هلا بلي سهر ليلة ودموع العين مسكوبة، سهر والناس ما تدري دموع اليوم ساكبها، هلا بك عد ما بانت حروف القاف مكتوبة، وقافك زاد بالمعنى على الصورة بكتايبها، يقول اللي قضى ليلة وهموم القلب مجلوبة، أفسر وقتنا هذا وتحطمت بصعايبها، هذا الوقت يلهيبي عليها الناس مجذوبة، باع الدين بالدنيا شراها منك سايبها، ترى الدنيا مشت عكس عقب ما هي محبوبة، مثل ما قالوا الدنيا ترى حنا جلايبها، احترت والناس في حيرة وبعضنا تيه دروبة، حرام الوقت ننسبها وتراه من سبايبها، الله أربوعك بالوقت هذا كثير اليوم عذروبة، نعم كثير رجال يسنا في شحيح المال عذربها، الله الله طبايعنا اختفت يا أحمد ضاع الصدق بالنوبة، البشر كذبة غدا بعرفة قسم عافة قرايبها، نعم وسط مجلس إذا يحكي كثير رجال ضحكوبة، ايه كذوب وتاجر بكذبة يظن بالكذب كاسبها، اي والله حسا فجواد يلهيب يصير المر مشروبة، عليها الوقت يتغير غني النفس شاربها، ناس بعز تتهنى الكرامة اليوم مسلوبة، كرامتنا غدت سلعة اليهود اليوم سالبها، اي والله مثل ما قلت يا أحمد الوقت حنة ترى عيوبة، نشوف العيب يا سنابي ونسكت عن معايبها، أسود النمور وذيابة تقول اليوم مرعوبة، مرعوبة ليالي دنيتك هذه تشوفنا عجايبها، عند بطال لو تمشي يهز القاع مركوبة، تهز القاع لو غارت فعله من مراكبها، وعند ذياب لو ثارت وصار العز مطلوبة، جوش الكبر متنثرة كسيرة من ضرايبها،
لابد ما جي يوم وتشوف الكبر مسحوبة، تظل بغداد معتزة ويصير النصر صاحبها. تظل بغداد معتزة ويصير النصر صاحبها إن شاء الله. يا رب الكبر. تسلم قصرت، تسلم يا جباري، تسلم أبو فيصل، تسلم منت صح الله إنسانك. الأخ العزيز الله يعزك يا أبو معمر، والله مفاجاتك وقصائدك حلوه دون ان نطلب. الله يجزاك خير، مشكور ابو معمر على مشاركة الطيبه. والله انا مهما اقول ما ابلغ نص اللي قالوه الشعراء اللي قبلي، هم كبارنا وقدوتنا الله يعزهم. انا اختار يعني ركن مهم من اركان المجتمع وقاعده اساسيه بالمجتمع اللي هي الصداقه. الله الله، الصداقه يعني شيء عظيم ومبدا عظيم. اكيد إذا ما له وجود بالمجتمعات، إذا المجتمعات ما لها وجود. نعم متفقك، نعم. ما به معنى. الصداقة للأسف تالي الزمان أصبحت يعني مهملة لدى كثير من الناس. يعني تجد على أدنى زلة أو خلاف تنتهي العلاقة ولا كأنه ناس تعرف ناس. يقول بالصداقة الأمير عبيد الرشيد البيت المعروف، يقول خوينا ما نجدعه للقصاصيب، نعم يجبر بنا لوه كسير العظامي، الله خوينا لوه من الجد بصليب متعنز منا براس السنام. راس السنام يعني حتى لو انه مهو منهم ما بينهم رابط الدم، نعم فهو يعتبر منهم الصديق مكرم. احيانا الصديق يكون اقرب من الاخ وكال وابن العم. نعم وانا اقول كل الدفاتر ما تكفي ولا قلام، ما تحصي ثمار الصداقة العناوين، معنى الصديق اسناد وزناد وحزام اخلاص واحساس ووفا بين روحين، فزعه ونخوه راس وقدام وكرام، تضرب بها الامثال ناس قديمين خذوا بها الشلقان رايات وسام، محمد المهادي عرف بها من سنين لاجل سبيعي ساكت سبعه اعوام، منه قدر يصبر على الميل يومين، وعمر الصداقة ما هو بطول الأعوام، نعم لو تصل المدة لتسعة وتسعين لا والله هلا عمرها، بل وفتام وبذل العطاء ومقاسم الزين والشين، أحيان يطلع من تعرفه من أيام أحسن وخير من تعرفه من سنين. وترى الصداقة أربع أصناف وأقسام، وحدة صحيحة والثلاثة مهيشين، الأولة على المصالح والأوهام اللي انتهت ما تقل كانوا صديقين، والثانية على الرخاء حالها دام وعند الشدايد تنتهي بين قوسين، والثالثة ما غير ضحك وتبسام، لا ضرت اثنين ولا فادت اثنين، هذه مخاوات الرداية والأقزام، والله يجنبنا دروب الرديين. والرابعة ترى حجمها غير الأحجام، ما يذخره كود الرجال الكريمين، خوة وفا خوة رجاجيل إحشام، ما تنتهي ما بين شهر وشهرين، كل يبي خويه يصير قدام قدر الخوي عنده على الراس والعين، ذولا اليام انصار بكميل تشتام وتغير لك فزعه مثل حرب تشرين، حق الخوي على خويه الينظام ياقف لين يبدل العسر بلين، هذه ترى سلم المطاليق الأكرام اللي غدا وتالي زمنا قليلين، واللي يبي العزة وتحقيق الأحلام يلزم على الطاعة يمسك على الدين، العز والله في مقاليد الإسلام لا عزة هلا عزة الرب والدين. والدين صح. الله الله تسلم، صح تبدأ صح الله لسانك ما قصرت، تسلم وتعيش. تسلم. نتواصل أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة، وحقيقة في هذه الأيام اللي مضت فقدنا رجال. الأول الأخ العزيز الحاج صبار سرحان البشير من جراء جائحة كورونا عليه الرحمة وفي جنات الخلد إن شاء الله. الأخ الحاج صبار حقيقة المحمدي من الرجال الكرماء الطيبين، وحقيقة جائح هذا المرض وهذا الوباء اللي جاء للعالم أجمع حقيقة، فله الرحمة وفي جنات الخلد إن شاء الله. أيضا فقدنا هامة من هامات القبائل العربية الأصيلة، ألا وهو الشيخ نواف حماد العفوين شيخ عشيرة الجغايفة في نينوى عليه الرحمة وطيب الله ثراه،
وباسم أسرة البرنامج، ونتقدم بالتعازي إلى قبيلة الجغايفة بهذا المصاب مع الدعاء للمرحوم بالجنة والمغفرة والرحمة إن شاء الله. أعزائي حقيقة نتواصل، والاختيار الآن ما أدري الأخ العزيز، أنا سمعت أنه بينكم مساجلة أنت والأخ أبو عزت أبو طلب. أبو عزت إذا أنا بديتها أنت اللي بديت. طيب ورد علي أبو طلب شو تقول أبو فيصل؟ نسمع أبو معمر، أنت تخبر أنه قبل فترة من سنة وجاي هذه جائحة كورونا وكذا، ويقولنا أقعدوا ببيوتكم ولحد يطلع وهذا، وكل من يقفل على نفس الباب. وأكو أيضا ظروف أخرى دعت أنه سد الباب وخلي قفل عثماني، أي لأنه خاف العراقي له مفاتيح، بس هذا العثماني ما له مفاتيح، راح مع العثماني. الله الله شوف 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 فانقالت القصيدة اسمع بها أبو طلب. أبو طلب جم محضر الآلات الحادة والشطيرة اللي تكسر هذا القفل وهذا الزناجيل ويفتح الباب. شوف شوف ما ينكسر. فالقصيدة أقول الردت تسلم يا حفيظ الوداعة، حط الاسلاك الشايكة وسكر الباب، باب يجيب الريح تركه مناع اليسار، ما هو للمحبين جياء. اي والله اي والله. واليوم عندي بتجافي قناعة قناعة، ويست من رجوى المودات وقراب، اليسار صار وللشوامة مطاعة، ما ينفع ان كثرت عنات واعتاء، ناس تطبل تحتفل بالاشاعة، وناس تصدق لو حكى فيك مختار، واليوم بانت بالرفاقه قطاعه، والحنظله كاسه على طول شراب، والبارحه والليل مسد الاشراعه، نام الخلي والطير والوحش والداب، مرني طويل ومر غيري بساعه، والنوم جافيني على طول ما طاب، بالصدر سوق الام والهم بضاعه، ولبسني من حزن المفاجيع جلباب، اقبل وزود في خفوقي وجاعه، النجم غاب وهاجس الفكر ما غاب، أقبل وزود في خفوقي وجاعة، النجم غاب وهاجس الفكر ما غاب، والجوف خزن بالجواشي متاعة، مما جرالي معتلي رؤس الارتاب، رجم طويل ومعتلي بارتفاعه، من زال للمثل غدا اليوم منصاب، ومديت شوفي بس هالفوقاعة، وزامت علي مناي بعتاء بسهول وهضاب، والعين كتت من غزاير دماعه، هميلها حدر على الخد صباب صباب، وما بين لحظات الوصل وانقطاعه، احس بركان الوجد داخلي ذاب. الله وقمت اتوجد ما مضى بالجماعه، وانا على نار بهالوقت شباب، وجدي على وقت تغير طباعه، غير اجناس الناس ناب ومخلاب، وجبت دلال وصار عندي قناعه، إني أشب النار في رأس مرقاب. الله الله. يجذب سناها من بعيد بشعاعة، مرشي عليها حمسة البن برتاب، ونجر توال الليل يطرب سماعة، ودليت لي دله من الكيف بصباب. الله الله الله. دله شفاتي من وجاع الصداعة، اللي عليها يعتني كل شراب، لين انتشت على الكيف وبدت شراعة، صفيت مشروبه من الحث الوسراب، وبهرتها من الهيل بحسن انواعه، اليوم عطرها فاح بالخشم من ساف، فنجانها للراس عد الوضاعة، يا زينها محلاه بالطعم عناب، شفيتها شفت قطيع الرضاعة، يوم انزبت بنه على ثوم تهراب، وحط بخيالي زور راهب سناعة، أبو جديل خطها الشال وحجاب، أبو العيون الدعجات الوساعة، لجل الغوى حاطط على الرأس جلباب. نعم نعم. الصاحب اللي في وصافه بداعة، نعم أسوق له غالى الثمينات مهاب، داهل خليت عندك يا عشيري وداعة، قلبي مع روحي مع جمل تعتاب. الله الله. ما لوم حالي يوم ضدت اللواعة، وأنا على ما قيل والشوق غلاب، وغديت أروج بالنوابي تلاعة، الياقة تبين نورها والنجم غاب. سلام. الله الله. تسلم تسلم ما قصر. صح الله لسان. تسلم راعي العرجة ما قصر. رد الأخ أبو طلب. أبو طلب أبو معمر، ما نصبر عن قهوة أبو عزة. والله نعم. وجيت واليوم مخلي دائما بعزة إن شاء الله. واليوم مخلي سلاك ومخلي قفل عثماني
قلت لازم نلقى لنا مخرج ونقطع السلاك فاقول بديت بلي عاليا بارتفاع يلا عسى تفتح مغاليج الابواب خلقك ضعافه وتحت حكمك مطاعه يا رب ما غيرك لها العبد طلاب يلا عسى تجمع شتات الجماعه وتعود بايام السعادات وطراب وقريت قاف وزاد قلبي وجاعه يا كن يلشع طارف الكبد لهاب وجدي على اللي صار عنده قناعه هوب الفيافي واعتلى راس مرقاب اللي على خده تداره في دماعه ومن زود عناته غدا يضري كناب علي شراعه مارس ايام شراعه والروج هفه صوب جذرات الاصعاب والسعد سكر يا لطيف استماعه طيره غدا يكفخ مع كل هباب الله يا دور المجد والسباعه اقفه كما يجفي على التيه غياب واليوم جوفه يصطف جبل تياعه ادوج بدير الخله تقول حطاب الهامله نسم المجادي سعاعه من كثر ما بالراس تفكير وحساب وغديت عرد الوقت ساعه بساعه كني على روس المراجيب رقاب ارقب كريم مقتدر في فزاعه حلال عقدات المفاتين الاصعاب يالله ينبك نبتهي بالضراعه حنين ما غيرك رحيم وتواب حكيم يا مشفي عليل الوجاعه جليل يا مكرم ذليل ومتعاب سبحان يا خلاق شمس بشعاعه نارت على كل المخاليج واقطاب دعاك عبدك حين يرفع ذراعه وقت النجم كفكف على مغربه غاب وكل ممتنع يا رب شيل امتناعه تصفي قلوب بالحقد داخله ذاب وجيت ومعي جبت الامل والبضاعه نعم مع اله حده شطير وقصاب نعم ناوي على قص السلاك البشاعه ونفتح قفول محكمه سدت الباب الله الله بعد الولي بجهود رفع جماعه اللي لهم في ساحه الصلح برتاب منهاجهم دستور نور بسطاعه فرقان قران الرساله والاصحاب سن الشريعه والعدل والسناعه وظلم الجهاله ابعده والنصح جاب ولا بد فنجال الضحى من صواعه من دل تنبنه مع الهيل ذواب في مجلس ما فيه غير الوداعه وطير السعد غنى تلاحين الاطياب الله الله تسلم صح الله لسانك والله ما قصر والله وثلاثين نعم نشبو الحمد كفو والله ما عليك زود ابو الله على العرجم ما عليك انا اشوف نيتهم مو صافيه بعد نيتهم صافيه والله هي انت شفت بالاخير هو عاد القصد شنو الدفن مالك شرج ها الدفن مالك شرج اي لا هو على الدفن معنا في قلب الشاعر بس يمكن بينت لا لا مبين والله مبين هو حطوا له بنتهم رجل بس مبين هي ابو فيصل والله يا اخوي انا ما اعرف هذول الربع بكيفهم لكن احنا ما هي خاليه انا أريد أن أعالج لنا موضوع موجود بالمجتمع تقريبا نعم والأبيات هي توضح الله الله معانية قصيدة بعنوان التقدير الله الله حلو فأقول الله من وقت العنا والغرابيل لا صار تقدير الرجل فيه موالة لكنك ما تنعظ من الزناقيل من تهمنا اللي بالطلبين عنالة أي أيوة والله الله من وقت العنا والغرابيل لا صار تقدير الرجل فيه موالة لكنت ما تنعظ من الزناقيل منته من اللي بطل بينعناله حيش ما نقول بوجهه لو نسي فيها اليوم وقت الرجاجيل كل النهض يا أخوك وسع مجاله نعم والأجود يا حيف وسط التعاليل مستطرف يا أخوك يقعد الحالة راحت رجال حيف كانت مداهيل اللي على المحتاج ترخص حلاله اي والله راح يوم العوز والظيم تبذل لك الكيل رمز الكرم رمز الفخر والعداله عداله واليا وقع حملك ترى بعزمه يشيل يثني نهار الهوش والحمل شاله كسب الفعل والطيب لا غاره الخيل والاردي الربع ما ظن يناله يا حيف صار المال في كف البخيل على الطيب والمعروف تكسر حباله ما هو بخيل يا الربع والله رذيل رذيل حاسب عضهم ما يساوي ينعاله والله صحيح يوم العوز والظيم يبذل لك الكير رمز الكرم رمز الفخر والعداله يرفع خمالك دوم ويعدل الميل اللي لشان الزمن ارتكاله واليا وقع حملك ترى بعزمه يشيل نعم يزني نهار الهوش والحمل شاله كسب الفعل والطيب لا غاره الخيل
والأرضي الربع ما ظن يناله يا حيف صار المال في كف البخيل عالطيب والمعروف تكسر حباله ما هو بخيل يا الربع والله رذيل حاشا بعضهم ما يساوي عاله عند الأصيل من العرب دوم تسيل اللي رضع يا أخوك در العصالة الله الله يد الكريم من الكرم كنها السيل نعم تندي من المعروف يدفق عطالة رجل يجمل لابته خير تجميل يتعب على كسب الفخر والجمالة تستاهل يمناه مد الفناجيل أيوة الله. عند الأجناب بطيب تذكر افعاله هذه بياتي جدكم بالمراسيل وين النشام اليوم رد الرسالة هذا كلام الحق ما به مداخيل قسلك ويا أخوك ما هي رزالة تسلم تسلم والله والنعم منك صح الله لسانك ما قلت إلا الحق أزود من والوجدان والله ما قصرت لا قسم الكوي مطلوب نوبات لا والله منصف ما قصرت والله تسلم يا أخوي عمار أهلا أبو عمار لهنت هلا والله ما قصر أبو فيصل وذكرنا ببيات من خلال قصيدته هذه يقول لصارت الشيخة بالأموال تنقاس واللي يجيها قام يسحب رسنها صح سلم على الأجواد راسم بثل راس وقل له ترى هذا الزمن يستاهلون الأجواد الله أي والله الموضوع أبو معمر ولا يهون الربع الجيرة الله الجيرة لها قوانين وسلوم نعم طبعا نقول مو هي مثل الأول لكن لا زال أكو ناس الحمد لله ملتزمين به الخيرين بكل مكان إن شاء الله يا رب إن شاء الله كثر سالفة طايس الزبيدي طايس من قبيلة العبويد من هالحويجة نعم شاعر وكان راعي حلال يوم الناس ترحل وتنزل يعني يقيض بديره ويربع بديره ويسكن سنة من السنين عند الهضبة من الخرصة من شمر أو نعم عروفي أي نعم جاء ورهم وكان معه بس حرمته وزوجته يعني ما معه واحد مرجال وجاء ورهم مدة الربيع كله فيوم من الأيام عزم واحد من الهضبة كانت عنده عزيمة يعني مناسبة ومن ضمن المعزومين جارهم طايس العبويدي فراح طايس وخلى بس الحريم بالبيت واكتمل الحضور تأخر رجال من الهضبة رجال يعني من العرب ينقال له خزيم الضياع الفنيفن جاء متأخر فبالطريق يعني كان دربوا على من عند بيت طايس الزبويدي من عند جارهم جاءوا تكرموا له كلب كلب الكلب طايس يعني يخلونه مع الحلال لحج خزيم يركض وراه ونبح وراه وما التفت انت يا خزيم ما التفت استحلى يقولون التفت على بيت جاره فقرب عليها الكلب وانتم كرامه اكثر وما التفت الى ان عضه وشق هدومه وسيل دم رجلينه ومع هذا ما التفت كمل مشي ما التفت اي نعم تلا يبحر على البيت على الحريم وهذا شوف نعم شوف النجابه اي نعم اي الله 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 استحلى يقولون يلوفت يا على الله جيرانه الى ان وصل البيت اللي عنده العزيمه فقالوا له علامك يا خزيمه شوفك ما تنهزرت هالكلب يوم انه جاك قال والله استحيت لا تقول يقولون التفت على جاراته وهذه ما هي عاداتنا يا السيافة يا الله السيافة اللي هم أخرصة كفو أخرصة والنعم والله سودان الروز فطايس كان يسمع من ضمن الموجودين كان يسمع وسكت كملوا الغداء توكلوا على الله مشى ثاني سنة جلى طايس رجع لديرته وجلى ذبح من أظن من عربه يعني وجلى عند عنزه عند ابن غبين من الفدعان نعم وهو جالس وشوف له قفل متجه يعني ناوي على سفر ورحيل سأل قال وين ها القفل وين متجه قالوا له لديرة العراق لديرة الخرصة قال اصبر اصبر هو يدز معاهم الأبيات قال يا عيالي يلي من توين يمامي بالله عليكم ريضوهن على الهون خذوا معاكم للسيافة سلام يلا بتلي بمسير يهلون الله نعم خذوا معاكم للسيافة سلام الله بتلي بالمسير يهلون لقيت بالعربان معهم وسامي غليطهم بالطيب يقصر اليادون جاراتهم خواتهم بالمنام ما لو فتوا بعيونهم لو يغيبون الله بتلي حماية الساقات يوم الزحام الله بتلي عند المظاهير يثنون الله بتلي بالمسير يهلون عاداتهم حماية الساقات عند الزحام عاداتهم عند المظاهير يثنون ويلي على اللي جارهم ما يضامي بعيطة وعن كل المطالب ما موت
سلامتكم. تسلم 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 والله. ونعم من الأجواء من الطيبين النجباء شرفاء يشوفوا شلون هذه هذه القيم هذه الصور المشرقة اللي واحد يعتز بيها. نعم الجار إلى حشمة وتقدير، وحتى الحبيب عليه الصلاة والسلام يعني الجار أكاد أن يورث يعني صح. نعم تسلم أخوي صح الله لسانك. سالم صح بدنك. سرابي هاجس الذكرى سرابي على من حط في قلبي صوابي خليني ندوم في بالي خياله من العالم تفرد في سير الوجد والهاجس نديمي ومريح البال يبطي ما دير وابي أعزائي المشاهدين نتواصل معكم إن شاء الله في هذه الحلقة ما تبقى من الوقت القراءات الشعرية القصائد الحلوة واختيار الأخ العزيز أبو طلب سهيل جغيفي، وراح نأخذ أيضا قصيدة في الغزل من أبو فيصل أحمد الشط الشمري. خلنا نسمع الآن من أبو طلب. تبشر أبو معمر والأهل من يسمع مشاركتي راح تكون موعظة مع الحروف الهجائية. هلا هلا، لأن النصيحة والموعظة هم مطلوبة أكيد. فأقول أليف الله خالق الكون مقتدر، عليم بأسرار الخوافي درابها، والباء باسمه دوم بالقاف نبتدي، نرجاه يستر ما خف من عقابها، والتاء تاج الدين والعز والفخر شهادة التوحيد الله هدابها، والثاء ثارت بالخوافق شجوننا، نبكي على مكة الشريفة وشعابها، والجيم جامه وبالحود الصوانته، راقد على رجال عوارف ترابها، والحاء حمد الرب مطلوب والثنى من أمة أشرف كتاب كتابها، الله الله، والخاء خاتمة الرسائل تنزلت على نبي أمه عريب انتسابها، والدال دنيا اليوم دارت على الملأ شفنا بها ذل الهوان وعذابها، والدال ذكر الله على البال ما عدا أحوالنا ما غير ربي درابها، والراء رزق الخلق محسوب بالعدل العبد راض بسمته واحتسابها، والزاء زاكي بالنسايب رسولنا شرفه ربه بالرسالة وسعابها، والسين سر الكون ينفالق النوى كلمه موسى بكلمة واستجابها، والشين شفنا الضيب والهول والعنى يوم الضواري كشرت عن نيابها، والصاد صومي والصلاة على النبي وكل الفرائض نعتني في نصابها، والضاد ضعنا بين فوضى الحضائرة واسف العروبة محزن ما جرابها، والطاء طير الشوم جاثم على النخل والجبل ناح البوم فوقه نعابها، والضاء ظاهر للنواظر ولا خفى واسم المذلة بدارنا ما عذابها، والعين عينها طفلت في دموعها تبكي على دنيا غدرت في صحابها، والغين غفلة صابنا الذل والوهن نامت زمان سيوفنا في قرابها، والفاء فوضت الأمر عند ربنا كل الخلق يا رب عندك حسابها، والقاف قال الله في سورة الفلق نعوذ بالله من غسق وارتقابها، والكاف كل الكون لله يرتجي بيت السعادة يفتحه قفل بابها، واللام لا ما مات تاريخ أمتي تنهض إذا عاد المجد في شبابها، إن شاء الله يا الله، اللام لا ما مات تاريخ أمتي تنهض إذا عاد المجد في شبابها،
والمين مرتنا سنين مع جايفل نصبر عليها لو يوجع صوابها والنون نادى الله يونس من البحر في دعوة الرب رحيم استجابها والها هوانا يصطفج فيها بايبة نوب الجنوب ونوب يشمل هبابها والواو وجدي وجد منها مبلغلة والنار حدر العوج يسعر لهابها والياء يا المعبود يا كاشف الضرر ضاقت ولا غيرك يذل صعابها. يا الله تسلم صح الله لسانك ونعم بالله أحسنت. 28 حرف عربي ما شاء الله الحروف العربية أجدت أحسنت يا أبو طلب. أي والله جزاك الله. أيضا حقيقة نوجه التحية والدعاء بالشفاء العاجل والعودة سالما للأخ العزيز الشيخ الدكتور حسين يوسف الزويد وعودة سالما إن شاء الله. أيضا للأخ العزيز الدعاء بالشفاء الأخ علي المحسن أبو رسول شفاء عاجل بإذنه تعالى. أخ أبو عزت مستختار الأخوة المشاهدين بدون مقدمات. هلا هلا. يا كبر حزني حزن يوسف اليعقوب ويا وجد حالي وجد سعدون العقاب العقاب ويا طول ليل قضيه بالون واللوب والدمع من عيني على الخد صباب صباب أصول أنا في صحر الهموم وأجوب وامشي وانا حافجد امتايه بآب وقمت أتمنى لو حصل فيه مشروب من دلة وانا على رأس مرقاب. الله 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 الله. في مقعد خالي من الغيظ وصعوب في راس رجم يدهله كل منصاب أقعد وانا براسه حزين ومتعوب ويلعب بي الهاجوس ريشن بهباب. الله الله الله. اللهب يذري داخل الجوف مشبوب ما هو سبب يا صاحبي عدة أسباب أسباب غرو لجف صار مقصوب ما بيننا حطه وحواجيز واعتاب اللي غزى فكري من الغيد رعبوب يرمي علي بالخطر عكش الهداب ما عاد لي في دنيا العنا شي مرغوب ليصار من دون الغضى سكة والباب أعاهدك عنك على طول ما توب ألا على قبري يراتشون بنصاب أضحك تجامل والقلب فيه لاهوب حدر الحنايا يصطلي والشبد ذاب يا عل دار ما سكن فيه محبوب زلزال يودعها مهاتيم متراب وغراب باثاره على طول نعوب ويردم بها السقف في متاليل وتراب أذتني الدنيا على غير مطلوب والصاب شبدي من المخاليج مخلاب الله وجلاله ما درت يوم لكسوب ذنب الوحيد الرفعة الراس كساب الله أكبر يزمن صاير العوب تلعبنا لعب الغلامين بشعاب ضربتني في مهجة الروح والنوب حزيت سيفك بين المتون ورقاب معكوس تمشي عناد لصرت مغلوب وخليت ليل قضيه بلون وحساب حالي كما في عالي الرجم راقوب يرقب ضعون الله في عقب غياب ويا طير يلي بالفضح حام يتجوب أرجاك لو مريت بديار الأحباب توصل معاناتي ترى الحال مسلوب والضيق في صدري غدا اليوم مجلاب أمشي ولولي وصافي الدمع مسكوب تايه على روس الفياف والأشعاب ودوي مثل بوم على راس راقوب دوي الذي جر الربابة بالاعتاب وجريت موال على طور مسحوب وغنيت ما ونيت ما غنى على العود زرياب وجريت موال على طور مسحوب ونيت ما غنى على العود زرياب يا ناس فيني لوحة والناس مرعوب همني شيء من عدا الشيب والشاب سويت لجدامي مسامير مركوب ومن القطب والشوك لبسني ذياب على النقم بداي وثراي مطلوب ما عاد أميز بين بيني والأصحاب زين الرفاقة ملتهي وصاير أسلوب لو كان ما هو من المودات وقراب ولا القرايب شدوا الراس بعصوب داروا وجههم متركوا بالظهر ناب صدوا وخلوني على شف ملهوب ما نبرجاهم غير شرهات واعتاب اللي جفاك بيوم حزات الكروب ما ينفعك لو كان أبا زيد وذياب شكواي للي عالم السر وغيوب رب البرايا من ترجاه ما خاب يالله يمك رافع الكف طالوب إنك تفرج كربنا عقب الأصعاب وإنك تجمعنا على الخير ورحوب ترجع لنا دور المسرات وطياب آمين. تشتت قلوب وقادر أن تجمع قلوب ثبت وتمحو عندك مؤمة الكتاب ثبت وتمحو عندك ونعم بالله سلامتك نعم بالله صح الله لسانك صح بدنك حلو.
إيه إحنا طلبنا بعد خلاص يعني نعود إلى الغزل أبو فيصل. والله يا أخي أنت أنت من ساحة خلاص ما نقول غزل. نفك الحصار. وشو؟ يعني كسروا البوب. بعد ها قفل المفتاح وانكسر. أخوي كسر ولكن. جاب من العدة كاملة أبو طلب وما خلى. بعد هالشيء كسر والله ما عاد أنا ما محضرين حنا الغزل لكن راح نرجع القديم شوي. الله الله إيه نعم. إيه لكن عاد. وش محلاها القديم. هذا أقول ما به تناغض تشبهك ما به ضداد مثل الجواهر صغتها من فصالك حظيت بك صدفة على غير ميعاد ومنولا وانا ترقب خيالك خيالك روفي بحال معذب فيك ما نادى سير قلت حيلته والتجالك يا ما عذلت النفس عنك ولا فاد اشغلني يلا في حلاك وجمالك عيونك ذهاب وباقي وصافك جهاد هذا اخفاي ولا دريت الخفالك كثرة تغلي ما يحقق لك امراد وبعض التصرف ما يناسب دلالك انا بلاي وعلتي غض الانهاد بعيونها الكحلة وهدبها مهالك اللي سحرتني يا ملا بروس الاشهاد بنت الذي يا طلبت انت خالك ريمية ما راودت كل صياد وشفتها يا اخوك ترخص حلالك أو لا. ما هي من اللي تنتظر دوم ميعاد ولا هي مع الشباك ترقب خيالك الله الله ما شفت حسن بعرب والفرس وكراد والغرب كله بشرقها مع شمالك والموصل وتكريت واطراف بغداد والهور وديالة ولقصة قلالك كل الوصايف حازتها بنت الأجواد خد شعب الليل ضوحة هلالك والنفس عيت ياملا تقبل الزاد بالطيب والمعروف قلبي نوالك صارت حياتي كلها جهاد بجهاد ما ترحم اللي بالمودة سعالك أرجوك يا دفى الحشصون الأعهاد عهد قطعته تم ما في وصاله الله الله الله, الله الله ما تقصر والله تستاهل هالاوصاف هذه ما شاء الله وبنت اجواد كفو والله تسلم صح الله انسانك يا اخوي عمار يقول تزعل علي دائما وتكرر الصده وتقول هذا الغلا يا منوه فؤادي محبتي كل ما زادت على حده تثير فينا العناد وتعرف عنادي طالبك عند الزعل لا تطول المدة الله الله مصبر عن اشراقك وعن نورك البادي اي والله جفاك عندي يشل الصدر ويهده وان قلت عادي ترى والله مو عادي واذا تحسبني اود غيرك ووده والله ما غيرك اللي ماخذ ودادي باقي غلاك القديم بعده وشده محفوظ حفظ الخوي بصدور الاجوادي افتح ابواب الرضا ابواب الزعل سدة وخلى النفس ينتعش من عطرك الهادي من دونك الوضع مزعج واشعر بشدة أنا بوادي والابتسامة بوادي الله الله هذا الوفاء هذا الالتزام عفية والله تسلم تعيش والله أحسن صح الله لسانك صح بدنك Yeah.
أعزائي المشاهدين، استمتعنا حقيقة بأجمل القصائد والمشاعر الحلوة، وراح نسمع أيضا الآن مسك الختام واختيارات حلوة من الأخوة الأعزاء ضيوف حلقة هذا اليوم. أخوي أبو طلب. تبشر أبو معمر، ظلت حصة المنايف لأن أنا ما أقدر ما أذكر. لازم تذكر المنايف والله حق. نعم نعم، أبيات قليلات حتى نسمح للربع. أقول وين المرابع وين قور المنايف، وين وين البيوت النابية عالية الطار، وين المرابع وين قور المنايف، وين البيوت النابية عالية الطار، وين القهاوي وين ذيك المضايف، وين الرجال التنطح ضد بجهار، راحوا مثل غيم انتهفها فايف، أقف على ديار المجاهيل عبار وقلبي عليهم مثل هف السعايف، عاصوف يلعبهن على وين ما دار وما لوم عين باشرت بالذرايف، من دمعة نسيبه على الخد حدار، يا دار من غيرك فلاك وطرايف، يا شنت تربانك على الروح نوار، وش عاد لو نسكن بصور النظايف، تبقى تراسيمك على البال تذكار، تبقى تراسيمك على البال تذكار. الله الله الله، سلام ديار لها الماء ما تنسي. والله جزاك خير وفي. اي والله. اي يا اخوي ابو عزة، بنيت لك في حاشية الجوف من زال. استاهل ابو معمر. الله الله، بنيت لك في حاشية الجوف من زال، بين ضلوع وبين خفاق الفال، كفو منك ومن الغلا خليت بالصدر مدهال، فيه التجول بين سابح وركات، الله الله، وخليت لك في ثومة القلب تمثال، تطوف من حوله ملاعات الأوجاد. نعم، لأنك عزيز وبالحسن مضرب أمثال. نعم، ما صار بالحدباء مثلك وبغداد، الله الله، وبالشام لإسطنبول لحدود برغال، للروس لو للصين والعجم مكراد، لك الغلا دام الغلا داخل انهال، وسط الحنايا الشوق لو قلت يزداد. يا لطيف، وسط الحنايا الشوق لو قلت يزداد. اسلم والله والنعم. حلو جميل. انت ذكرت المدن اللي ما ذكرها ابو فيصل بقصيدته الاولي. نعم. نرجع الغزل واقصد ترى افره كله لك يا ابو فيصل. والله اخوي هذا تلبى على الغزل ابو عزة راح اباريه، وانت أيه. كسرت الغفول بعد، انت ما قصرت. انت ايوه. ايه ابي اتغزل بالبنات المداليع. نعم، واكتب غزل يا ناس محدن درابه، حب العذار اليوم ما به منافع غير السهر والهم قلبي غدار، سهر والهم سلبن عقلي يوم جني مفاريع. نعم، وانا طعين الحب ماضي صوابه، اللي ذبحتني بالهوى من المرابيع، طفل صغير السن بول شبابه، الله الله، ناديتها يا بنت كافي مواجيع، قالت علامة قلت حبك سطابة، قالت منين وقل شمر مداريع، ولد طنايا يوم سلت حرابة، حن البدو يا بنت وقت المفازيع، عدونا نرميه ما به طلابه، نعم، قالت حبيبي وقلت حبك مطاميع، وانت حياة الروح وانت عذابه، الله الله، وانت جميلة بدون كل الملاميع، عفة وبراءة والحياة فين سابة، يلا تجمع شملنا بالتسانيع بجاه الرسول الهاشمي والصحابة. آمين آمين. يا ايش تجمع وين مضى صوابه ولا داس وين اللي مضى صوابه هذا ما وين هو يتذكر ايام الشباب. انا قلت لك كله قديم. والله تسلم، صح الله يسلمك. جميل والله. يا اخوي عمار، والله بما انه ختاميه احنا ما اقدر نطول، نختار لكم بيتين طيب نختم بهن الحلقه. نقول لا شان فيك الحال لا باس لا باس، نعم، هذه هي الدنيا ولا حد ضمنها، كم حاجه ودك تجيبها من الناس لكن تردك عزة النفس عنها. اي والله الله الله. اي والله الله 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 الله، كفو والله. تسلم تسلم، صح الله لسانك. اي والله. اعزائي المشاهدين، سعداء جدا بحضور هذه النخبه من الشعراء المبدعين اليوم، كانوا مبدعين حقا، ونتمنى ان شاء الله ان تتكرر هذه الزيارات، وبرنامجكم برنامج كل الشعراء، الدعوة مفتوحة لكل شعراء البادية وريف الغربية والجنوب، وإن شاء الله الفرصة متاحة للجميع إن شاء الله، ونقول حي الله الجميع
في برنامج مضايف أهلنا وفي قناة الفلوجة الفضائية. أتوجه بالشكر الجزيل للأخوة الأعزاء شعراء حلقة هذا اليوم، الأخ العزيز الشاعر سهيل جغيفي أبو طلب، والأخ الشاعر إبراهيم حلبوص الهيبي أبو عزت، والشاعر أحمد الشطي الشمري أبو فيصل، والشاعر الشاب عمار ذيبان إجباري الشمري. أيضا الحلوين كانوا اليوم معنا أزل وصهيب، وأيضا فريق العمل المصورين والمهندسين والأخ المخرج. أعزائي المشاهدين، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.